السلام عليكم طلاب، اهلا وسهلا بكم بمحاضرتنا السابعه بماده البايو العملي كليه المستقبل الجامعه قسم التخدير المرحله الاولى. وياكم استاذ محمد، راح نبلش محاضرتنا اليوم. محاضره جدا سهله وبسيطه، بس تبعوا وياي. عنوان المحاضره هو sterilization التعقيم and disinfection التطهير. sterilization and disinfection راح نيجي نعرفهم وحده وحده ونشوف الفرق بيناتهم شنو. sterilization is defined يعرف as the process هو عمليه where all the living microorganisms including bacterial spore are killed. يعني الاستريلايزيشن هو العملية التي بواسطتها أو من خلالها نستطيع أن نقتل جميع أنواع الميكروأورغانيزم الممرضة. يعني بالتعقيم نقدر أن نقتل جميع، تنتبه لي على كلمة all، كافة أو جميع، all the living microorganism من ضمنها including bacterial spore، من ضمنها سبورات البكتيريا. يعني عندي الميكروorganism اللي مثل ما نعرفه هو الفيروسات والبكتيريا والطفيليات وغيرها من الأحياء المجهرية الدقيقة، تمام، بالإضافة إلى سبورات البكتيريا، لأن دائما سبورات البكتيريا تتميز بأنها تكون أكثر ضراوة. فالsterilization هو راح يقتل لي كافة الأحياء المجهرية وكذلك سبورات البكتيريا. تتم عملية التعقيم بواسطة شنو؟ بواسطة ثلاث طرق، اللي هي الطريقة الأولى الفيزيكال الفيزيائية، والطريقة الثانية الكيميكال الكيميائية، والفيزيوكيميكال الكيميائية الفيزيائية. يشتركن اثنينات مع بعضهن، راح نوضحهن كلهن. نيجي هسه المصطلح الثاني اللي هو disinfection. خل نعرف شنو فرقه عن sterilization. disinfection is the process هو عملية of elimination، تحديد أو قضاء أو التخلص of most pathogenic microorganism. تنتبهوا لكلمة most، بالsterilization قلنا all، كافة أو جميع الميكروorganism، بينما بالdisinfection لا، هنا أنا most، معظمها، يعني مو كلها، تمام، يعني مو كل الميكروorganism راح بالdisinfection راح تموت، excluding bacterial spore، خوش، باستثناء البكتيريال سبور. يعني هنا الديس انفكشن ما راح يستطيع ان يقتل البكتيريال سبور، بينما الاستريلايزيشن راح يستطيع ان يقتل البكتيريال سبور وكافة الاحياء المجهرية. تنتبهوا عليها، لان احتمال، خوش، ترو فولس اجيب لك اياهم، خوش، اون ان انيميت اوبجكت، على السطوح الغير حية. الديس انفكشن كان بي achieved by physical or chemical method. كذلك انه يتم عملية التطهير بمن؟ بالكيميكال، بالطرق الكيميائية والطرق الفيزيائية. الكيميكال، بالطرق الكيميائية نستخدم الديسانفكشن، راح نسميها الديسانفكتنت، المطهرات. يعني شنو المطهرات؟ هي عبارة عن مواد كيميائية استخدمناها بعملية الديسانفكشن. تختلف هذه المطهرات، خوش، برينج، بالتارجت رينج، بمدى تحديد او تأثير الهدف في التطهير. يعني هنا هدفها يختلف. Not all disinfectant can kill all microorganism. يعني هنا مو كل المطهرات تقتل الميكروorganism، تمام؟ فهاي نحفظها مثل اسمنا، انه disinfection most pathogen ما تقتل كل الميكروorganism، بينما الاستريلايزيشن تقتل كافة الميكروorganism. هاي جيب لك اياها صح وخطأ، دا اكررها اني. sterilization is an absolute condition while disinfection is not. يعني هنا عندي التطهير يعتبر، التعقيم عفوا، يعتبر حالة مطلقة، بينما، يعني حالة مطلقة، يعني هنا يقتل كافة الميكروorganism، بينما الديسانفكشن is not، لا يعتبر عبارة عن حالة مطلقة، تمام؟ لأن هواي أنا كررت ولحيت بيهن على مود تميزون تعرفون الفرق بيناتهم، لأن جدا مهم. هسه نيجي إلى مصطلح الأنتيسبسيس. مصطلح الأنتيسبسيس كذلك نسميه التطهير، لكن راح نشوفه شنو. is the use of chemical antiseptic to make skin or mucous membrane devoid of pathogenic microorganism. يعني هنا عندي من أطهر بمن؟ بالكيميكال، بالمواد الكيميائية اللي سميناها الانتيسبتيك. خوش، وين نستخدم هذه الانتيسبتيك؟ نستخدمها عليا من؟ على الجلد، جلد الإنسان، or mucous membrane أو الأغشية المخاطية
على مود شنو؟ نطهرهن مين؟ من الباثوجينيك مايكرو أورغانيزم، تمام؟ فإذا هنا لما نستخدم هاي المواد الكيميائية المطهرات على اليمن على الجلد أو الأغشية المخاطية أسميها شنو؟ الأنتي سيبسيس، عملية التطهير الأنتي سيبسيس. بينما من استخدمها على اليمن على الأسطح الغير الحية، تمام، الأسطح الجماد مثل ما نقول، راح أسميه العملية هي disinfection. فهذا هم فرق تنتبهون عليه. تشوفون أكو مخطط هنا، هذا المخطط هو يبين لك طرق التعقيم الكيميائية والفيزيائية. سويت لك ياها بمخطط، هالمخطط يعني ما مطلوب للحفظ من عندك، احنا راح ناخذه بالشرح وراح نعرف كل المخطط بيه باختصار، فعلى مود شنو حتى تحفظ الطرق شلون تتم وما تخربط بياناتهم. فسنيجي إلى الفيزيكال method of sterilization، طرق التعقيم الفيزيائية. يجي عبارة عن أربع طرق، راح ناخذهن واحدة واحدة باختصار وتركزوا لي عليها. أول شيء ذا صن لايت، ضوء الشمس. مثل ما كنا نعرف أنه ضوء الشمس هو من أحد أنواع المعقمات الفيزيائية. ذا مايكرو سيدل activity of sunlight is mainly due to prints of ultraviolet ray in it. يعني هنا أنا عندي شنو؟ عندي ضوء الشمس، يقول لك الفعالية القاتلة للجراثيم اللي موجودة بضوء الشمس مثل ما كنا نعرفها هي مصدرها شنو؟ ليش ضوء الشمس دي يعقم لي ويقتل الجراثيم؟ لأنه موجودة بالترافيوليت ري، يعني هنا أنا عندي الأشعة فوق البنفسجية، تمام؟ فوجود الأشعة فوق البنفسجية هاي فاكشن للأشعة فوق البنفسجية بالصن لايت هو المايكرو مايكروبيال أو أسميها مايكرو سيدل أكتيفيتي أوف صن لايت، الخاصية كلمة سيدل معناها قاتل، تمام؟ فإذا الفعالية القاتلة إلما للمايكروبات اللي هي الجراثيم سببها شنو؟ سببها وجود الأشعة فوق البنفسجية اللي موجودة بأشعة الشمس. زين، it is responsible، هي مسؤولة عن من؟ مسؤولة هاي الأشعة مسؤولة عن spontaneous sterilization in natural، يعني هنا تكون أشعة الشمس مسؤولة عن التعقيم التلقائي بالطبيعة، أوكي، لحفظ توازن المعقمات. زين، نيجي هسه الطريقة الثانية اللي هي أسميها الهيت، الحرارة. الهيت is considered تعتبر to be most reliable method of sterilization of article that can withstand heat. يعني هنا شنو؟ تعتبر الحرارة هي من الطرق الأكثر موثوقية وأكثر ثقة نقدر نثق بها لتطهير لتعقيم أو تطهير الأشياء. بس يا أشياء هاي شباب that can withstand heat، الأشياء التي تتحمل الحرارة، يعني مثلا مثل الزجاجيات أو المعادن. أنا ما أقدر أجي مثلا نايلون أو مطاط هو أو ورقي أنا أعقمه بيمن بالحرارة، لا أكيد راح يحترق. فإذا خاصة بيمن؟ خاصة بالأشياء withstand heat التي تتحمل الحرارة. heat act by oxidative effect، عندي الحرارة شو تسوي للحرارة؟ خوش تعمل على اليمن، تعمل كoxidative effect ذات تأثير مؤكسد as well as denaturation and coagulation of protein. شلون تعقم الحرارة؟ تعقم عن طريق الفعالية المؤكسدة إلها، كذلك denaturation تمسخ المايكرو أورغانيزم، تمسخها يعني عبارة عن تحلل الأحياء المجهرية عن طريق تحلل بروتينها والأحماض النووية مالتها، فبذلك راح تموت المايكرو أورغانيزم. كذلك coagulation of protein وتخثر بروتين الأحياء المجهرية، فبالتالي راح يتعطل عملها وراح تموت الكائنات المجهرية ويتم التعقيم. زين، عندي هنا there are two type of heat sterilization، عندي نوعين من التعقيم بالحرارة، حرارة جافة أسميها dry heat وحرارة moist heat رطبة. فنجي نشوف الحرارة الجافة. الحرارة الجافة بها أربع أنواع.
أنا مسوي لكم إياهن باختصار فركزوا وياي. نيجي هسه الحرارة الجافة. أول نوع من الحرارة الريد هيت، الحرارة الحمراء. شباب راح نذكر هنا أدوات مختبرية نعقم بيهن بأنواع الحرارة. هاي الأدوات المختبرية آني للي ما يعرف شكلها، آني وين مخلي لكم، آني مخلي لكم صورة وين بنهاية المحاضرة. هاي الصورة اللي بنهاية المحاضرة عن الأدوات المختبرية على مود شنو تعرفوها وما يكون شيء غامض عليكم، وإحنا راح نترجمهن واحدة واحدة. هسه نيجي إلى نوع الأول من الحرارة الجافة اللي أسميها الريد هيت، الحرارة الحمراء. أرتكل الأدوات such as بكتيريولوجيكال لوب. البكتيريولوجيكال لوب خوش هذا اللي مخلي إحنا بالصورة، هذا اللوب اللي عن طريقه أنا ألقح وأزرع البكتيريا، تمام، أقدر أعقمه بمن؟ أعقمه بالريد هيت. وكذلك ستريت واير، وكذلك تيب اوف فورسيبس طرف الملقط او الملاقط، اند سيرينج سباتشولا وطرف الملعقة السباتشولا. ذني كلهن ادوات انا استخدمهن بالزرع وعزل البكتيريا والمايكرو اورجانيزم، تمام. ار سترلايزد باي هولدينج. شلون اعقمهن اني بالريد هيت؟ راح امسكهن من طرفهن، تمام، بحذر. وين راح اخليهن؟ اخليهن على البنزين فليم. بنزين فليم يعني لهب البنزين. لهب البنزين هذا شنو؟ هذا عبارة عن مثل ما تشوفون، عبارة عن بيرنر، اسميه بنزين بيرنر او بنزين فليم. هذا شلون الموقد ناري. فانا هنا أنا راح اجي اخلي طرف هذه الادوات اللي انا اشتغل بيهن وين راح يكون طرفها؟ على شعلة النار، على اللهب، لحد ما يصير لونه احمر. اذا من صار لونه احمر اذا خلاص اتعقم، تمام. وهاي الامور لو موجودين انتو بالمختبر كان شفتوها كلش سهلة تكون، تمام. فهسه الريد هيت بمن هيك اريدك تحفظها، ما اريدك تدرخ لياها وتتخربط عليك الامور. ريد هيت بيمن بال لحد ما يكون لون الادوات حمراء، ريد هوت، تمام، بكم ريد هوت، هاي الكلمة تحفظ ليها. وكذلك ايش اعقماني بيها؟ اعقم الفورسيبس، اعقم اللوب، اعقم الواير، اعقم السباتشولا، تمام. زين نجي هسه الطريقة الثانية بالحرارة الجافة اللي هو الفلامينج، اللهب. كذلك بنفس الطريقة مال البيرنر، مال البنزين بيرنر، الموقد اللي راويتكم اياه، لكن شنو؟ بتمرير بسيط، تمرير للأدوات، ما أخليها، ما أخلي أظل آني لازمها لحد ما تصير حمراء لونها أحمر الأداة من النار، لا، أنا مجرد تمرير بسيط. زين this method are basing أمرر الأدوات over the بنزين فليم، على لهب البنزين، تمام. بنزين يعني شباب هو يعني مو هو بنزين عبارة عن بشي بنزين، لا، وإنما هو تشوفون هنا هو هيك اسمه بنزين بيرنر، موقد بنزين أو بنزين فليم، لهب بنزين، يعني مو يروح بالكم إنه هو بنزين أو غير شيء، لا. زين عندي هنا but not heating it to redness، يعني أنا بس مجرد إنه أمرر الطرف، طرف الأداة، خش على اللهب مالته، لكن مو مثل الريد هيت، ما أخليه إنه يصير redness، يصير أحمر. الأرتيكل مثل من؟ مثل السكالبلز اللي هو المشرط أسميه، وكذلك التيست تيوب، خوش، أنابيب الاختبار الزجاجية، خوش، وماوث أوف فلاسك، وطرف الدورق، فم الدورق، وكلاس سلايد، السلايدات اللي مراويكم إياها بالمجهر آني، السلايد كلاس، السلايد الزجاجي، كذلك الكفر سليبس، كفر صغير هم زجاجي يغطي للسلايد، تمام. are based through the flame a few time، لوقت قليل، مجرد أمرره فقط.
زين، هذا هم فرق تنتبهولي بيناتهم. هسه نيجي الى النوع الثالث اللي من الحرارة الجافة اللي هو الانسينيريشن، المحرقة. هذه شباب this is a method of destroyed، احطم الكونتامينيتد ماتيريال باي بيرنينج، احطم الادوات او الاشياء الملوثة بواسطة شنو؟ بواسطة الحرق، احرقهن بمحارق خاصة على مود اتخلص من تلوثهن. Article such as، مثل يجدن الأشياء اللي أني أعقمهن بيمن بالمحرقة، اللي هو soiled dressing، يعني شنو؟ يعني الضمادات الملوثة المستعملة، and animal carcasses، جثث الحيوانات المصابة، pathological عفواً material، and bedding should be subjected to incineration. وكذلك عندي هنا الأغطية وفراشات الناس المصابين بالأمراض المعدية كذلك لازم ينحرقن. أوكي، وذن الأمور كلهن أنا أحرقهن بال incineration، بالمحرقة. زين، نيجي هسه هنا النوع الأخير اللي هو الهوت إير أوفن. أوفن موجود بالمختبر ينطيني هواء حار، تمام، فأسميه hot air oven. This method was introduced by Louis Pasteur. هذه الطريقة منو اللي سواها؟ اخترعها العالم منو؟ لويس باستير. خوش، الارتكل الأدوات to be sterilization are exposed to high temperature. الأدوات اللي رد أعقمهن من أخليهن بالأوفن راح أعرضهن لدرجة حرارة عالية اللي هي من 160 الى 180، لكن بشرط انه يكون يتحمل الحراره، يعني مو فد شيء مو بالحراره، لا خطا، تمام. وهاي الحراره الكتريكالي هيتد اوفن، حراره كهربائيه عن طريق الكهرباء بالاوفن. ات از يوزد فور ستيريلايزيشن اوف ميتاليك انسترومنت، الادوات المعدنيه اللي مثل ايش؟ مثل الفورسبس الملقط والسكالبلز المشرط وكذلك السيزر المقص والكلاس وير الاواني الزجاجيه، مثل ايش؟ مثل كلاس بتريديش، البتريديش الدائري، صحن دائري لزرع البكتيريا، خوش، الزجاجي وليس البلاستيكي عفوا، والبايبت الماسه، والفلاسك، واول كلاس سرنج والسرنجات الزجاجيه وليس هاي المعدنيه نستخدمهن، نوت فور بلاستيك اور رابر اوبجكت، تمام. زين، هذه هسه احنا خلصنا من الحرارة الجافة، نجي الى الحرارة الرطبة. شباب، الحرارة الرطبة المويست هيت، مويست هيت اكت باي، بشنو تستخدم؟ شلون تعمل المويست الحرارة الرطبة؟ الحرارة الرطبة تعمل بواسطة كوغوليشن، تخثر، اند ديناتشوريشن بروتين، تخثر وتمسخ البروتين، تمسخ يعني تحلل، تمام، او تعطل. فعندي هنا هذه المويست ايش راح تسوي للمايكرو اورجانيزم او للجراثيم؟ راح تخثر البروتين مالتها وكذلك تمسخ لي البروتين مالتها، وبالتالي تقتلها. خوش، عندي شنو؟ عندي ثلاث انواع من المويست هيت، بدرجه حراره اقل من 100، وبدرجه حراره 100، وبدرجه حراره اعلى من 100. باختصار شديد نيجي هنا، درجة حرارة أقل من 100 يعني ما وصلها للغليان اللي هي 100 غليان الماء، أسميها باسترزيشن، طريقة البسترة، تمام. طريقة البسترة هي عبارة عن طريقة تستخدم في صناعة فود اند ديري اندستري، تستخدم في صناعة الأغذية والألبان، تمام، لتعقيمها، باسترزيشن أسميها، تمام. هيك تحفظوها، يعني ذني اجيب لك انا فرق بين الدرجات، اقول لك مثلا البيلو ترو اور فولس بالباسترزيشن، ترى هتقول لي ترو. نيجي هسه درجة الحرارة حد المية، يعني 100%، لا اعلى ولا اقل من 100، هاش اسميها درجة غليان الماء، البويلينج، درجة الغليان، اند ستيم، وكذلك بخار درجة حرارة 100. ما اطرقت لكم تفاصيل الأمور هذه وأمثلة عليهن على مود تصير سهلة عليكم. إذن أنا أحفظ temperature 100، أجيب لك يا صح وغلط، أقول لك boiling and steam، أنت تقول لي صح،
تنتبه يجوز اوهمك بين وحدة ووحدة. زين هسه نيجي الثالثة، add temperature above 100 اعلى من 100 by autoclave. الاوتوكليف هو جهاز موجود بالمختبرات، هذا جهاز للتعقيم، ما دوختكم تفاصيله، يعتمد هنا عليمن على اساس الضغط والحرارة ويعقم لي الاشياء اللي مثل ايش، مثل هالميديا وغيره، تمام. فاريدك تحفظ لي فقط مقارنة، يعني من اجيب لك مثلا خوش بلو اقل من 100 اقول لك باي اوتوكليف، انت راح تقول لي فولس. زين هسه نيجي الطريقة الثالثة، احنا مو قلنا الطريقة الاولى اللي هو الصن لايت والهيت، نيجي هسه الطريقة الثانية الثالثة عفوا الراديشن الاشعاع. التعقيم بالاشعاع بواسطة شنو؟ بواسطة انواع من الاشعة اللي هو الاكس راي والالترا فويلت لايت اللي موجودة قلنا بضوء الشمس and other. باي نوع من الاشعة راح يتم التعقيم. زين نيجي هسه الطريقة الرابعة اللي هو اخر طريقة من الطرق الفيزيائية اللي هي الفلتريشن. الفلترة طرق التعقيم بمن؟ بالفلترة. فلتريشن does not kill microbes. تنتبهوا لانه الفلترة ما تقتل الميكروبات او الجراثيم او الاحياء المجهرية الممرضة. خوش لكن شون تعقم لي هي؟ خوش separated تفصل them out it. يعني شون؟ يعني هنا أنا عندي اني فد محلول معين، هذا المحلول ملوث، انا اريد اعقمه لهذا المحلول، اعقمه بمن؟ بطريقة الفلترة. خوش عن طريق فلاتر نانونية خاصة، ما دوختكم بها بتفاصيلها وانواعها، تمام، تعتمد قياساتها بالنانو. هذه راح تفصل المحلول عن من؟ عن المايكرو اورجانيزم، وبالتالي راح ينتج من خلالها محلول صافي، تمام، محلول مطهر معقم. خوش it used to remove microbes، تزيل المايكروبز من from liquid، من السوائل حصرا، such as مثل يا سوائل ذني اللي اقدر اعقمهن بالفلترة، سيرام الدم and الانتيبايتك سوليوشن والمحاليل الانتيبايتك، وكذلك الشوغر سوليوشن واليوريا سوليوشن وغيرها من هاي المحاليل، تمام. اذا الفلتريشن تختص بمن؟ تختص فقط باللوكويد شباب، تنتبهوا لي، وانه هي ما تقتل المايكرو اورجانيزم مثل بقية الانواع الفيزيائية، تنتبه لان احتمال تجيب لك يا اختيار او صح او غلط. نيجي هسه الى الطريقة الاخيرة اللي هي الكيميكال method of sterilization، طرق التعقيم الكيميائي. They are chemical that destroyed pathogen. التعقيم بالطرق الكيميائية بواسطة شنو؟ شون تعمل؟ destroyed pathogen، تحطم الباثوجين، باثوجينك يعني اقصد به الاحياء المجهرية الممرضة. خوش باثوجينك بكتيريا او غيرها من اي احياء مجهرية ممرضة. from inanimate من الاسطح الغير الحية. some chemical بعض هذه الكيميكال have very narrow spectrum of activity and some have very wide. بعض هذه المواد الكيميائية اللي تعقم يكون مداها واسع، الطيف مالتها واسع، يعني تستمر شنو؟ تستمر فترة تعقيمها لأطول فترة ممكنة، وبعضها لا، خوش يكون نارو ضيق، وايد واسع نارو ضيق، تمام. هذه الكيميكال ذات كان استريلايزد ار كول كيمستري لانت. يعني هذه المواد الكيميائية لما تعقم ليش راح أسميها؟ راح أسميها كيميستري لانت، كيميستري لانت، تمام، أسميها المعقمات أو المطهرات. Why the chemical that can be safely applied over the skin، وكذلك هاي عايديها احنا شرحناها هناك، واللي تكون أمينة على اليمن، أمينة على الجلد، أسميها الانتسيبتك، تمام. هنا عندي الكيمي
ستيريلانت. هاي الكيمي ستيريلانت شباب يعني تقريبا نفس الديسانفكتنت، تمام. وعندي الأمينة تكون على الجلد وتوضع يعني على الجلد، والأغشية المخاطية أسميها الأنتسبتك، تمام. هاي مكررة هنا. أنا نيجي هسه عندي طرق هواي ومواد هواي كيميائية للتعقيم، فإحنا يعني اختصرناها بذن الثلاث نقاط. نيجي هسه الكحول، من أهم المواد الكيميائية المستخدمة بالتعقيم مثل ما تعرفون هو شنو؟ الكحول. فنيجي الكحول هو الكحول ديهايدريت. شلون يعمل الكحول؟ أنا هسه من أجي خصوصا بجائحة كورونا من أدى نستخدم هذا الكحول، كنا شايلين كحول بدينا. شلون الكحول يشتغل على الفيروس ويقتل الفيروس وعلى مود ما يصيبني؟ الكحول دي هايدريت سيل، ايش راح يسوي لي؟ راح يجفف الخلايا، ديسربت ممبرين اند كوز كوغوليشن اوف بروتين. يعني ايش راح يسوي لي هنا؟ راح يجفف الخلايا وكذلك يعطل ديسربت ممبرين، يعطل الاغشيه المايكرو اورجانيزم، وجفف لي الخليه مال مايكرو اورجانيزم اند كوز، وسبب لي بعد شنو؟ كوغوليشن اوف بروتين، تخثر البروتين مثل ما قلناها قبل شويه. اذا هنا ايش صار عندي؟ قتله للمايكرو اورجانيزم. مثل ايش هذا؟ مثل الاثيل الكحول، الكحول الاثيلي، والمثيل الكحول، والكحول المثيلي، والايزوبروبيل الكحول، والكحول الايزوبروبيلي، تمام. نيجي هسه النوع الثاني من المواد الكيميائيه اللي هو الالديهايدز. الالديهايدز مثل من؟ مثل فورمالديهايد والجلوترديهايد، فقط هيك، نفس آلية العمل. زين نيجي الديز، الصبغات، من مرات اصبغ بكتيريا اذا انا دا اعقمها، زين يعني اقتلها على مود تكون امنه اثناء الفحص. They are bacterial seedal، هي اي صبغه تكون صبغه قاتله للبكتيريا على مود تامن لي شغلي اني، هم اقدر اشوفها بالمجهر انا من صبغتها، وكذلك ايش راح تكون؟ راح تكون امنه علي على مود ما تصيبني اثناء الفحص. زين they are bacterial seedal because of their interaction with bacterial nucleic acid. تنتبه لي على هاي، انه الصبغة عليها ما نتأثر، تأثر على الأحماض النووية للبكتيريا، تمام. شون عقمت انا بالصبغة؟ عقمت بالصبغة عن طريق تأثير الصبغة هذه على الأحماض النووية اللي موجودة بمن؟ بالبكتيريا، تمام. مثل ايش هاي الصبغات؟ مثل الايودين دي 2%، صبغة الايودين، والكريستال فيوليت سميها الصبغة البنفسجية، and other وغيرها، تمام. لان الادوات قدامكم خوش تشوفون انه اللي ذكرناه هو البنزين بيرنر واللوب والفلاسك وغيرها، خليت لكم صورها. طبعا الصورة هاي ما مطلوبة، وانما فقط لكم على مود من اقول لوب تعرفوا شنو، من اقول بايبت شنو، من اقول البنزين بيرنر شنو، تمام. شكرا جزيلا للاستماع، واهلا وسهلا بكم. كان وياكم استاذ محمد، اهلا وسهلا بكم.